اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدنا نعمل اشياء جديده ان شاء الله. خلينا نروح نبلش نشوف شو في عنا ماكيناتنا. طب رح نجيب سياره ثانيه لانه في 52%، يعني بتسمع معنا سياره ثانيه على ما اتوقع. بس قبل السياره الثانيه طالعني معلم. انا مصيبه طلع بهي السياره. أنا معلم، لا 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 شت 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 عجب، بيتعدلت الميتور تبعها، بدنا عنده شوي نكبره. جبت اشوف هي هاي طريق مو مسكر. تذكر دي خلينا نطالع هي ونروح نزلتها فوق ونرجع. حدا بتمر ان شاء الله بتمر. والله فضيت، نرجع لك معلم. لازم نتركها تحت، طلع فوق نتركها فوق. يا خوفي يا معلم، ما تقدر تطلع الطلعه. والله شكلها ما راح تطلع يا غالي. يعني هي الطلعة البسيطة بتطلع، الروح هذيك ما تطلع خالص. قولكم بيطلع؟ والله لو طلعها التراكتور يكونوا فحل. يلا رب بدك شي بسيط. اتوقع انه يطلعها. والله التراكتور فحل طلعها. يلا طلع. هو لازم انا اكوني جايب بدل التراكس ابيعه واجيب تراكتور مثل هذا احطه تحت افضل الي. بس يلا عادي، اتس اوكي نو بروبلم. طبعا له ضوء. يا والله يلا. طيب خلينا نصفها هي هون، لأن رح نبلش نشتغل فيها. بدي غطي، لأن لما رح نبلش اشتغل فيها بدي اشتغل فيها هون. بس خلينا نصفها صفة كويسة. يلا ننزل نعبي سيارة تانية. يعني أنا بتوقع يمكن ما ضل فيها مياه وقفت. والله لسه فيها كل إشي. ديزل ما ضل فيها، بس يلا لسه فيها ديزل ومي بكفي.
يلا دير ونزيل. خلينا بس نهضى شوي على اليمين. اوه ما ضل كتير له. لم يبقى الكثير. تعال نقربها شوي كمان. اتوقع قربت تفول له. اوه شيت. نقرب شوي هيك. يب خلصنا حاج.
الله صارت فل تماما. الله واو. طب هالمرة نطلع السيف نشوف ايش في يطلع قدامنا. عجب. كان تراب بس والله فضينا مزاحة منيحة. نعم هي اللفة كتير قاسية. يلا اطلعي امشي. اهو ده هي اتوقع هون صارت فل. شايفهم شغلي ضوء احمر. هي 2000 اوه 20000 20000 لا هي سفن 500 لك ليش عم تشغل ضوء اصفر؟ ليش مشغل ضوء اصفر؟ ايش المشكلة عندك؟ اذا كله لسه ما عم ب 2% ايه ايش يعني؟ حلوة. ضل فيها 5000 تماما. لما نتركها شوي بعدين بفضل 5000. هون صار عنا تقريبا 222000. هون لازم نلاقي دبارة للتفريغ يعني. ما صعب هيك انه نضل نتركها هون. طيب خطرت في بالي فكرة. طيب بدنا ننزل هون سيارة. تمام. خطرت ببالي فكرة. تعال نشتري هاي مثل ما هي ما بدي اغير شي فيها. تمام. لازم نلاقي طريقة لتفريغ هذا المكان. مجاله جدا ضيق تحته. هاي لسه مطولة يا شيخ. خلاص ما صار في 5000 فاضي. لا صار في له صار في 3 طلعت 12. تمام طلعنا. هلا شلون بدنا ندخل؟ طيب تعال نجرب بلكي تدخل معنا. هي ما اظن انها تدخل بس رح نجرب. بلكي تدخل. بلكي كل لعبة رضت علينا ودخلتها. هي هي ما دخلت. امبوسيبل. طب لازم نلاقي طريقة. ما هي ظابطة هيك. شو بدي ضل رايح جاي طول النهار؟ ما في سحابات شغلات. نسحب التراب من جوا. رح ادور الا ما الاقي شي في هي. اتوقع انه هي تسحب. تعال نجرب نشوف.
يا رب يا رب يا رب. هلا بدنا نروح نعبي الظل بالارض كله، التراب البحث كله بنلمه، وبنظبط هذا السحاب ولا ظبط بطيخ. شلون طب بدنا نحمله؟ زدنا نحمله بقلب السياره. طيب تعال نجرب انه نصفه جنب السياره ونشوف شو بيعبي. شلون بدها تعبي؟ يا الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.